لكل صائم في شهر رمضان الكريم والمبارك. بالتالي اليوم بهذا الشهر الكريم الأشخاص يمكن تكون عندهم عادات مضرة بالنسبة لصحتهم. صح. على مدار اليوم كم ساعة معينة يكونون بها صائمين، فبالتالي من يجي وقت الإفطار من كمية وكثرة الجوع اللي يمرون بها يكون عندهم اكو شراهة بالطعام، مأكولات الحلويات وغيرها، بالتالي هذه راح تأثر على المعدة او الجهاز الهضمي بصورة عامة. فاليوم ويانا الدكتورة رشاء الموسوي منورتنا بالعراق وتحديدا باستوديو برنامج يوم جديد، عندها مجموعة من التوصيات واكيد النصائح لكل صائم بهذا الشهر الفضيل، وشلون اليوم ممكن تكون تغذيتك بهذه الفترة. يسعد صباحك ورمضان كريم، نورتينا. صباح الورد. صباح الخير. رمضان كريم. رمضان كريم علينا. اجينا عالجرح، موضوع الصيام وموضوع الاكل والافطار، بعد احنا عندنا عادات وممارسات سيئه جدا بعد الافطار، المشاكل الهضميه بشهر رمضان المبارك، القولون عصبي كلش. بالتالي اكو مواضيع كلش نتاذى من عندها احنا مارسها بعد الصيام. مثل ما قالت حسنا، احنا صايمين فتره معينه طويله، ممكن توصل كم ساعه، 15 16 ساعه وراها، بس يوصل موضوع الافطار، وقت الافطار بعد من حلقنا ما يوقف عن الاكل. هذه العاده السيئه هاي شلون ضررها تكون على الانسان؟ رمضان كريم عليكم يا رب وعلى الجميع يا رب، وهذا الشهر الفضيل العظيم الرائع. لازم نعرف اول شيء شنو فوائد الصيام حتى نبدي شويه ندخل بمود انه احنا لما نريد نفطر لازم نفطر افطار صحي. يمكن لو نقتدي بقول رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، صوموا تصحوا. ايضا الايات الكريمه اللي توصينا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يمكن لو نجي للبه الصيام ولبه الاسلام اللي يوصينا بالصيام الصحي، المفروض نحصل فوائد الصيام الصحي. الصيام جدا صحي للجسد، يفعل الاتافاجي. الاتافاجي هي اليه الالتهام الذاتي للخليه، يخلصنا من السرطان، يخلصنا من مشاكل البشرة بالنسبة للنساء، يعزز امتصاص الفيتامينات، يخلصنا من الأمراض اللي هي السكر والضغط وغيرها. فحتى نقدر نفتهم إنه إحنا لازم نفطر فطور صحي، لازم نعرف أول شيء قيمة الصيام هذا الرائع اللي إحنا خلال 15-16 ساعة. طبعاً هنا أنا بالعراق ممكن نصوم، دول ثانية ممكن أكثر. لازم نبدي شوية نحضر حالنا قبل ما يجي شهر رمضان المبارك، نعرف فوائد الصيام. اليوم عالمياً ننصح انه نصوم 4 أسابيع بالسنه. يعني مو اسلاميا، عالميا. نتكلم طبعا عن الصيام ان كان متقطع او الاسلامي، لكن هو الصيام المتقطع هو جاي من الصيام الاسلامي. فاحنا محتاجين كاي بشر، كاي انسان يحتاج 4 أسابيع صيام خلال السنه. نصومها كل يوم، نصومها اسبوع بس كل فتره، هاي على مود الجسم يتنظف ويتطهر من كل السموم، ايضا حتى نفعل الاتافاجي. فالصيام عمليه جدا رائعه، وفعلا الانسان لازم ينتظرها. يعني بالسنه مره احنا عندنا شهر رمضان المبارك الرائع. غير الماده الصحيه، هي اكو ماده روحانيه في الصيام الاسلامي، فلازم شوي نعرف نثقف حالنا من الناحيه الروحانيه وايضا من الناحيه الصحيه، انه هو شنو يسوي الصيام خلال هاي الفترات، شنو ينظف حتى ما نجي وقت الافطار ندمر كل هذه الفوائد. بالضبط. دكتورة رشا، احنا حابين نعرف اليوم شهر هذا الشهر الفضيل، بالتالي اليوم الصيام على مدار ساعات عديدة، والوجبات اللي نتناولها نقدر نقول هو نتائجه وفوائده مثل الصيام المتقطع؟ سؤال جميل جدا. مثل ما ذكرت قبل شوي، قلت الصيام المتقطع يرجع إلى الصيام الإسلامي. اليوم يدرس الصيام المتقطع في ألمانيا وفي الدول الخارجية، لكن هو يرجع إلى الصيام الإسلامي. نعم، هو يعتبر صيام اثنيناتهم، لكن الصيام المتقطع يعتبر صيام غير جاف، يعني ندخل به سوائل، الشاي، القهوة، المي. طبعا أكيد أول شيء المي، الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة. الصيام الإسلامي يعتبر صيام ناشف، اثنيناتهم مفيدين، اثنيناتهم رائعين. لكن بعض الناس على حسب خبرتي أنا بمركزنا، إن كان بالدنمارك أو حتى أونلاين أو حتى بالعراق، بعض الناس من تفطر، من تشرب مي وسوائل تتحرك معدتها، فيصير صعب عليها تسيطر أنه تبقى صايمة. بينما الصيام الإسلامي يلزمك أنه تبقى صايم، ما تقدر أنت إذا قعدت الصبح قلت والله أنا شوي عطشان خلي أشرب شوية مي،
وراء المي ممكن المعدة تتحرك، ممكن أكل لي شوية لقمة قليلة ويبدأ هنا نفسد الصيام. فالصيام الإسلامي إحنا ملزمين صح نبقى صايمين. ففوائد الصيام الإسلامي برأيي أنا من تجربة دا أتكلم أروع وأفضل على الجسد، نتائج أفضل أفضل روحانيا وجسديا فيناتهم. طيب دكتورة اليوم يعني أكثر شغلتين يعاني من عندها الصائم برمضان، وطبعا هي نتائجنا احنا الشخصيه بتعرف رمضان ما له دخل بالموضوع، موضوع السمنه زياده الوزن، موضوع قله النوم. هسه قله النوم خلينا نعوفها على صفحه، نجي على موضوع الوزن الزائد. انا البارحه شفت رسم كاركتير معين مواقع التواصل، رسم لي المعده وهي خايفه، دول اجانا المريض واجانا الكرزات اجتنا الحالات اجتنا غيرها من الامور، بالتالي اكل يوم عادات سيئه كثيره ممكن الناس تجهلها. اليوم أنا شنو الفطور الصحي، شلون أنا ممكن أفطر، شنو العادات السيئة اللي أبتعد عنها حتى وزني ما يصير زايد في رمضان؟ طبعاً هي فرصة جداً رائعة إنه نغتنم شهر رمضان المبارك حتى ينزل وزن، ويمكن ست حسناء التابعين نتائجنا الرائعة صح. مركز صح. مراقب الوزن كان دنمارك بالعراق وأونلاين، هواي أغتنم وأحاول أثقف الشعب العربي العراقي عموماً إنه صوم راح ينزل وزنك. فمو المفروض بالعكس، لانك انت 15-16 ساعه انت صايم مهيئ نفسك معدتك متقلصه، فانت صارت عليك الوظيفه اسهل انك انت تبقى تاكل صحي. المشكله وين؟ المشكله بالعادات. احنا مشكلتنا عاداتنا الرمضانيه الرائعه طبعا هي اللمه الحلوه شويه تفسد هاي الامور. هنا انا ارجع اقول احنا ليش ما نرجع لاصل الصيام، صوموا وتصحوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. احنا مو فقط خلينا نقول موائدنا الرمضانيه واحتفالاتنا الرمضانيه، احنا نريد الصحه. فاني من اصوم 15-16 ساعه واجي على سفره رمضانيه مثل ما تفضلت وقلت المي والتمر واللبن والعصائر والسفره اللي ممدوده وما تصير مقبلات ورأسا الحلويات تجي وراها وحسن تقبلها، يعني هاي راح تكون اذيه بمعنى الكلمه نفسيه وجسديه على الجسد. دكتوره لعد شنو هو طريقه الافطار الصحيحه؟ انا اليوم اريد افطر طريقه صحيحه ما تاذين. انا اقول لازم نفطر بطريقه صحيحه لانه هاي مثل اللي درس للامتحان ونام قبل دقيقه من الامتحان، شنو راح يسوي بنفسه؟ ليش هو شاطر هذا يعني طالب مجد ورائع غوفة قبل دقيقة من الامتحان، أو لا سمح الله صار حادث سير والمعلم ما صدقه ما راح يتأذى. أنا أقول لما نصوم 15 ساعة لازم نفطر صحي. شلون نفطر صحي؟ نفطر صحي أول شيء نبدأ بالمي. طبعا إذا عندنا سمنة يختلف إذا ما عندنا سمنة، إذا وحدة مرضع تختلف إذا وحدة حامل وما إلى آخر حسب الشخص. التمر لو المي نبلش فيه بالبداية؟ أكيد المي أكيد، لأنه الجسم يكون ناشف عبارة عن شجرة ناشفة، لازم أول شيء نرطبها بالمي. لا بأس أنه نأخذ 3 تمرات، إذا واحد يعاني من السمنة نأخذ تمرة واحدة كلش كافي علينا، بعدين نرتاح نحضر جهازنا الهضمي نروح نصلي. يعني أول شيء قلاصين مي تمراية إلى 3 تمرات ونروح نصلي، نرجع بعد 20 دقيقة نبدي بالشوربة. ويا ريت نأخذ وقتنا مو بسرعة بسرعة، يعني مو عندنا فتشي عندنا امضغ الطعام على الاقل. اكيد المضغ الطعام بالايام العاديه شقد مهم، بشهر رمضان المبارك مهم بعد اكثر. فنمضغ الطعام على كيفنا ونتأنى وناخذ وقتنا بالغذاء، ناخذ وقتنا واحنا ناكله. شربنا شوربه ممكن ابدا وراها بصحن سلطه، اكلنا صحن سلطه ممكن وراها شيء طبق بروتين وممكن بعض الكربوهيدرات الرز المعكرونة اللي هي قليله جدا تكون بعد 20 دقيقه احسن من اللي يتحمل أقل شيء. زين الدكتورة هواي يتساءلون، تذكرتي أفضل شهر شهر رمضان من خلال إنه الأشخاص يقللون من وزنهم أو كم كيلو يخسرون. بس إحنا دا نشوفه بالعراق على العكس تماماً، الناس دا يزيد وزنها بهذا الشهر، دا يسألون ما أنا صايم طول اليوم يا ترى لوش زاد وزني؟ بالإضافة حاب أعرف منش كمية السوائل بالضبط اللي نحتاجها بهذا الشهر. ارجع واقول اذا واحد يريد ينزل وزنه سباق لنا ان شاء الله يا ربي اكثر من اسبوعين بشويه بالضبط، ان شاء الله يا ربي يجي 15 يوم بالضبط. أي. ممتاز، يعني احنا هسه عندنا 15 يوم بالضبط لازم نغتنمها. وهنا انا اوصل او اوجه نصيحه انه بهاي ال 15 يوم نقدر ينزل وزننا لو التزمنا بالامور اللي انا دا اذكرها هسه. شرب المي، لازم نشرب كل شوي مي، لانه الجسم انا دوما اقول للمراجعين الصغار والكبار اقول لهم الإنسان ما يقدر يعيش بدون الهواء 3 دقائق أوكي. بدون الماء 3 أيام، يعني ورا 3 أيام نموت إذا ماكو مي.
وبدون الغذاء، هاي المعلومة هنا الجديدة، 3 أسابيع. يعني أنا وأنتوا اليوم إذا كنا عايشين بصحراء، أول شيء الهواء لازم نقدر نعيش 3 دقائق، بعدين 3 أيام إذا ماكو مي ما نقدر نعيش، و3 أسابيع نقدر ننتظر النجدة إلى أن تجينا ونقاوم. أحسنتي. فالمي كلش ضروري في شهر رمضان المبارك. وهنا أنا شوي لما نقول المي مو العصائر، مو الماء حصرا، الماء حصرا. لازم نشرب أقل شيء لتر ونص، يعني 6 أكواب ماء يوميا. هاي بس حتى جسمنا يتنظف ويكون بشكل طبيعي، يفضل 8 أكواب يوميا. إذا أني أريد ينزل وزني 3 لترات يوميا، يعني 12 كوب يوميا. دكتورة رشا، أنا أكد لك إنه هذا الشيء موجود، بس هاي الشغلة زينة، لأن إحنا بس بموضوع السحور، وأنا وقت السحر أنت شارب لك 3 لترات مي، فبالتالي هذا الشيء، بس هذا يمكن الشيء الصحي الموجود عندنا، وهذا الشيء ممتاز ولازم نستمر عليه حتى بعد شهر رمضان المبارك، خاصة للأشخاص اللي يعانون من موضوع بعض الالتهابات بالكلى. رمضان يتأذون جدا بصراحة. أحسنت. طيب ننتقل سؤال ثاني. من عاداتنا سيئة، ممكن بعض الناس يشوفوا عادة سيئة، هو شرب الشاي. طيب شرب الشاي بعد الإفطار هو مضر للجسم؟ ممكن يسحب الكالسيوم من الجسد؟ ممكن هو إلى أضرار ثانية؟ لو عادي واحد اليوم يشرب شاي بعد الإفطار أو حتى بعيد عن الإفطار؟ يعني أنا من الناس أول ما يصير إفطار أشرب شاي، فهذا الشيء حتى إذا سيئة راح تقولين جيد. لا حقيقة هو جيد، بس نريد نعرف شنو الجيد وشنو السيء. شو وقت أنا ما أشرب شاي وشو وقت لازم أشرب شاي؟ أنا من الناس أول شيء أفكر به هو الكافيين، يعني الشاي أو القهوة بالإفطار. ما أفكر بالأكل ولا الأمور، خلي أقول اللي هي أرد أشبع، لأن أصلاً مو جوعانة. إحنا لازم نفهم شغلة، إحنا في فترات الصيام ما نجوع. شيء ثاني، لما اشتم اكل معدتي تتحرك. بس انا 15 ساعه صايم، بالذات الرجال هسه اكيد تايدني استاذ، شنو كان ابراهيم، استاذ ابراهيم اكيد تايدني، الرجل يكون مثلا يرجع من الشغل يرجع ينام يرتاح، المراه هي بالمطبخ تشم الروائح اكثر، فممكن الجوع. احنا مو جوعانين، بس عشان يجوعان هسه لانك قاعد تشم روائح وبعض الروائح. صح. احنا خلينا نجي هما نعرف حسب شنو تسحرت، حتى اكون جدا صادقه، اذا سحرت سحور صحي اكيد ما تجوع خلال النهار، بس إذا كان سحورك يحتوي على الكربوهيدرات، على مثلاً التمن، الخبز، الحلويات، أكيد راح يجوع حسة 100%، فما إلى علاقة بالروائح. شو كان السؤال الرائع؟ موضوع الشاي. الشاي. لا لازم أجاوب عليه، لذلك مردت أروح أطلع من عنده. الشاي إذا أنا أعاني من نقص الحديد، فما لازم أشرب شاي مباشرة وراء الوجبة. وهاي بالذات تعاني من عندها منه النساء، لأنه سن الطامث وسن الحبل والولادة المرأة تعاني من نقص الحديد. بس أنا إذا ما أعاني من نقص الحديد، أقدر أشرب شاي وراء الفطور مباشرة أو وراء الوجبة مباشرة. أيضا إذا الغذاء يحتوي، حتى نعرف الحديد إيش وقت يتكسر، الحديد يتكسر بالكافيين، بالمشروبات اللي هي المنبهات. إذا كان الحديد ورقي، يعني بالخضار. بس إذا كان باللحم، بالدجاج، بالبروتينات، ما يتكسر بالشاي. أكو بديل صحي عن الشاي؟ للشاي ولو إحنا بنستغني عنك كعراقي، الشاي جدا صحي. هو البديل الصحي، هو البديل الصحي. بس إذا كانت مثلا الطبق مالتي اللي أكلته السلطة تبولة زين، يحتوي على الكثير من الحديد والمعادن الرائعة اللي ما نريد نكسرها بالشاي. ورش قد ممكن أشرب شاي؟ ساعتين. ساعتين لازم، إذا نريد ما نكسر الحديد اللي موجود بالخضار الورقية. ساعة. ساعتين. ساعتين إلى أن حتى ما يتكسر زين الحديد. دكتورة، إحنا متعارف علينا كعراقيين موائدنا دائما عبارة عن لحوم مبالغ بها، خاصة بشهر رمضان. احكي لي بشهر رمضان اليوم الاكثار من اللحوم تسبب مشاكل، مثلا عسر الهضم، مشاكل الجهاز الهضمي، يفضل انه تكون بموائدنا دائما وبكل يوم اللحوم موجوده وحاضره؟ يمكن اكثر شيء يسبب عسر هضم هو السلطه بشهر رمضان المبارك، مو اللحوم. فاذا نريد اليوم نيجي شوي بعض المفاهيم الصحيه اذا تخربط عندنا، ايش يصير؟ احنا المفروض ناكل سلطه. احنا لما نكون صايمين كل الاحوال شنو راح ناكل؟ راح نتاذى. فلذلك أقول أنا شوية، لذلك قلت أستاذ إبراهيم نص ساعة أو 20 دقيقة أقل شيء، يلا نجي نفطر. بالضبط. عسر الهضم يجي لما ناكل الأكلات مع بعض كلها سوية بدون ما ننطي راحة للمعدة. الراحة تجي لما نشرب شوربة مي وننطي وقت معدتنا شوية تحضم الشيء اللي دخل له ورا 15 ساعة صيام، 16 ساعة صيام.
فعسر الهضم يجي حقيقة مو من البروتينات، عسر الهضم يجي من الألياف اللي موجودة بالسلطة، من الإكثار والتخبيص بالأكل، شيء كل شيء فوق شيء، المي مع الشوربة مع العصير مع المشروبات الغازية. فالبروتينات حقيقة هي ممتازة ولازم ندخلها بالسحور ولازم ندخلها بالفطور. عسر الهضم يجي من التخبيص ومن الإكثار من جميع الأكلات. دكتور أنا أقول لك شو تعرفين شنو الشغلة حسنا؟ هو موضوع يقول لك انا عندي كم ساعه افطار، فانا شنو شاكو بنفسي انا اطلع كل شيء اكل. لكن احنا اليوم بس ارجع على نقطه الشاي، اكو فد شغله ممكن هي موجوده برمضان وورا رمضان وقبل رمضان. موضوع انت اليوم اذا كنت مدخن وتشرب شاي بعد الاكل دائما تحتاج، مو هو بعيد عن الموضوع بس بصراحه موضوع مهم، تحتاج الى تدخين وشاي. ليش دائما بعد الاكل تحتاج هذا الشيء؟ نحتاج 21 يوم حتى نتخلص من أي عادة غذائية أو أي عادة سيئة. حتى أنا تعلمت ألبس هذا الحجاب يحتاج 21 يوم حتى أتعلم، حتى نفرج أسناننا يحتاج لنا 21 يوم نتعلم أنه لازم ماما بالذات من كنا صغار يرجون ورانا نفرجوا أسنانكم. حتى أتخلص وأقلع من التدخين أو الكافيين أنا احتاجيت أسبوع، بالذات قبل شهر رمضان المبارك بلشت، لأنه أنا جداً أشرب كوفي وشاي الصبح، الشيء الوحيد اللي ينطيني طاقة بدون سعرات حرارية. فهوايت أديت أول أسبوع لأنه أنا متعودة أول ما أقعد أشرب قهوة. المدخن متعود على النيكوتين والنيكوتين إدمان، هو يحس يحتاجه بعد الأكل نفسياً، هو نفسياً أحسنت وهو عادة يحتاج 21 يوم يقول لنفسه لا أنا ما أحتاجه، أرد أتغير، أرد أنتقل نقلة، بما أنه شهر رمضان مبارك إجا وأنا أقلعت عن التدخين 15 ساعة شنو بقى 5 ساعات للسحور حتى أنا أقلع عنه تماماً. فهي حالة نفسية ندخن بين 3 مراقل أحسن أو 3 باكيتات جيجاية حقيقة ساعة، أنه مجرد نفطر إحنا نريد وعبالك إحنا في حصار. لا أنت مو في حصار عزيزي أو عزيزتي، أنت في كورس صحي رباني. صحيح صحيح. طيب دكتور رشا خلينا نتحدث شوية عن ممارسة الرياضة بهذا الشهر الفضيل. هو من الأشخاص بفترة الصيام راح يكون مجهد وحس تعب وخمول، أفضل وقت لممارسة الرياضة حتى نبقى نحافظ على رشاقتنا وجسمنا؟ سؤال جدا جيد وممتاز، لأنه فعلا كثير يحبون يبقون صحيين ورشيقين وينزل وزنهم شهر رمضان مبارك، أكيد نحتاج بعض الرياضة. الرياضة اللي أنا أنصح بها دائما تكون قبل الفطور مباشرة، وهاي للرجال أكثر من النساء، لأن المرأة قبل الفطور مباشرة تكون بالمطبخ رياضة أحسن. الرياضة هي موجودة بكل الأحوال سخان. فاللي أنصح بها للشباب هي تكون قبل الفطور مباشرة، يعني يكون رجع من الدوام ويرتاح قبل الفطور بساعة يقوم يسوي رياضة اللي هي ممكن درج، ممكن يطلع يتمشى أو يروح نادي أو شنو يعجبه طبعا هو. ولكن أنا جدا أحب وأشجع دوما على الرياضة المنزلية لأنه تكون في متناول أيدينا وتكون قبل الفطور مباشرة، لأنه أطلع نادي وأرجع وما إلى آخره راح يروح الوقت عليك. فالشباب أنصحهم قبل الفطور مباشرة ساعة يحدد وقت لهذا الشيء ويسوي رياضة، ابسط رياضه الدرج اللي موجود عندنا بالبيت باي منزل عراقي. بالنسبه للنساء انصحها قبل السحور ساعتين، تكون بعد السحور ما جاي، وتكون هي ممكن ايضا خلصت المطبخ وخلصت هاي الامور المهمه الرائعه اللي تسويها. طبعا اوجه لها تحيه المراه العراقيه بهذا الشهر العظيم الفضيل، حسناتها مضاعفه اكيد. قبل السحور ساعتين ممكن تبدي تسوي الرياضه مالتها، اللي انا جدا انصح تكون ايضا درج او حبل حتى ما نعقد الامور. أنا أروج من شيء اسمه تعقيد ما يخص الأمور الصحية، لأنه إحنا عندنا حلين، لو ناكل صحي ونصير كلش يعني شايفة واحد يكون مربع ما عنده نظرة واسعة أو إنه لا أنا ما أقدر أطلع أنا مسوي دايت، لا أنت ما مسوي دايت، أنت تكون عندك نظام صحي. الرياضة مو إلا أروح جيم، لأنه هواي يجوني دكتور أنا ما أقدر أروح جيم لأنه بالفطور ملتهية أو بالأولاد ملتهية أو ممنوع أطلع أروح جيم وما إلى آخره. عزيزتي حبل عندك بالبيت؟ إيه أنت حبل، تقدرين تاخذين حبل وتسويه الغرفه مالتك. طبعا هسه الرجال راح يفرحون وراح يجيب بس حبل المرته وممنوع تطلع تبقى الحاسب بالغرفه طرب طرب. طيب دكتوره نفس النقطه، انا ما اريد نغادرها، موضوع ممكن اكو نظره او فكره عن موضوع الرياضه قبل الافطار انه هي ما عندك الطاقه الكافيه حتى تمارس هذه الرياضه، هذا الموضوع هو صحيح او لا؟ وشغله ثانيه انا جربتها، يعني انا أحد أيام رمضان فاتت كانت عندي لعبة كرة قدم، أنا أمارس كرة القدم، فكانت عندي لعبة قبل الإفطار بساعة ونص أو هيك، كملت يعني رجعت للبيت قبل ربع ساعة.
شربت كمية مي وسوائل تأذيت من وراها لأن أنا كنت كلش عطشان. بالتالي هاي النقطتين هي تكون سلبية يعني، بالتالي شلون واحد يعالجها؟ أكيد راح نكون تعبانين حتى أكون جدا صادقة، لكن أنا ليش قلت واحد يأخذ قسط من الراحة قبل ما يقعد للإفطار بالذات الرجال قلت هنا أنا يكون مرتاح. بالنسبة للعطش أو بالنسبة إنه ما عنده طاقة، الإنسان دائما عنده طاقة. قلت أنا 3 أسابيع بدون أكل تقدر تعيش إذا عندك مي. فموضوع الطاقة هو موضوع عقلي نفسي، الطاقة تطلع من العقل. فأنت إذا تقول لنفسك أنا عندي طاقة وأقدر راح تقدر، إذا تقول لنفسك أنا ما أقدر ما راح تقدر. فعندك طاقة 100%، لكن مخزون الطاقة يختلف في فترة الصيام، إن كان صيام متقطع أو شهر رمضان المبارك. بس أنت منقل نفسك إنه أنت صايم فطاقة عندك، يبقى موضوع العطش. نعم حقيقي هنا أنا نعطش لأنه باعتبار أنت تدب مجهود بدني كلش عالي. فممكن إذا أنت من الناس اللي ما تتحمل أو ما تقدر تسيطر على نفسك بعد الإفطار مباشرة تأخذ الأمور بروية، ما أنصحك تسوي مجهود بدني جدا عالي. يعني ككرة القدم يحتاج إلى مجهود بدني عالي. بس إذا أنت لا تقدر تتحكم، تشرب 3 قلاصات مي وترتاح، تروح تصلي وترجع يلا تفطر، لا أنا أنصحك أكيد تسوي مجهود بدني عالي. الرياضة قبل الإفطار مباشرة تحرق شحوم أكثر من بعد الإفطار وفترة السحور اللي هي للمرأة. خلي أقول صار هنا حددت مرأة ورجل، لكن أكيد أكو بنات عندنا بالبيت، أكو طالبات، أكو بنات مثل بعد هم متزوجين أيضا يقدرون 100% إذا مامتهم واقفة بالمطبخ هي تسوي الإفطار، تقدر هي قبل الإفطار مباشرة تسوي الرياضة مالتها، لأنه الحرق يصير جدا مضاعف قبل الإفطار. يصير التركيز على حرق الشحوم جدا مضاعف قبل، مقارنة مع أنه لما نفطر ونرتاح ونبدي نسوي رياضة. طبعا حتى نقدر نسوي رياضة لازم بعد الإفطار بساعتين أو مثل ما قلت قبل السحور بساعتين حتى يكون عندنا وقت، لكن إذا أكلنا لازم ننتظر ساعتين لأنه عملية الهضم تحتاج لها ساعتين حتى ما يصير عندنا هنا أيضا عسر هضم وسوء امتصاص وما إلى آخره واضطرابات. طيب دكتورة شاخني نتحدث عن وجبة السحور وأهميتها. هواية من الأشخاص ما يسحرون يفضلون النوم مباشرة، هل هذا الشيء صح أو لا؟ بالإضافة اليوم إحنا دائما عندنا فد عادة ما أعرف يمكن بأغلب الدول ما أعرف إذا هي إلزامية أو لا، بعد فترة الإفطار يشرب الماء مباشرة التمر، يتناول التمر، هل هذا الشيء هو إلزامي وشنو السبب؟ هسا صار عندي نقطتين، النقطة الأولى وجبة السحور اللي هواية أشخاص يستغنون عنها بالإضافة للتمر. دائما تحطي لي نقطتين ثلاثه بس لازم ارجع لك انا. اوكي بالنسبه للسحور هنا أنا يرجع موضوع، طبعا هو باستحباب جدا عظيم ورائع بشهر رمضان المبارك الواحد يقعد على السحور. ليش؟ حتى نبدي نسوي اعمال، نقرا قران، نرتاح نفسيا وقت الفجر، واحد يحس نفسه منجز عمل رائع، غير انه هو صحي ولكن هو روحاني اكثر. ايضا نقطه كلش مهمه احب احكيها من منبركم الرائع، وهي انه شهر رمضان المبارك روحانيات اللي بيه لازم جدا نتمسك بيها، لانه فعلا لها علاقه مباشره بصحه الجسد الجسديه والنفسيه. اليوم احنا نعاني من الاسترس، قلق والتوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول، نعاني من مشاكل الحياه وصعوباتها، نعاني من عدم تفهم الحياه، الزوج ما يتفهم زوجته، الحمايه ما تتفهم وما الى اخره، صعوبات الدراسه، العباده غير انه هي تقربنا من رب العالمين ولكن هي تريح النفسيه. انا مره من المرات قلت باحد القنوات، قلت لا تروح للنادي وتبرع به للفقراء. فبعض المراجعين سالوني دكتوره شلون يعني ما نروح للنادي ونتبرع به للفقراء؟ قلت لا، لانه تقدر تسوي الرياضه ببيتك انت بس لما تتبرع للفقراء، لما تسوي اعمال خيريه ان كان قراءه قران وعبادات وفقراء، انت هنا تريح نفسك. روح للمساجد، روح للكنائس، لأي معبد تريده. فاليوم شهر رمضان يجينا من أجمل العبادات في شهر رمضان إنه ما لازم نروح له بأي مكان وفي أي زمان نقدر نصوم. بالدنمارك هم نقدر نصوم، هو يسألون تقدرون نصومون تصومون بالدنمارك؟ إيه نصوم أكيد. فالعبادة مهمة للراحة النفسية، لأنه إذا كانت عندنا راحة نفسية معناته عندنا اختفاء قلق، اختفاء هرمون الكورتيزول اللي هو العدو للسمنه والعدو للصحه للقلب لانسداد الاوعيه لانسداد الشرايين للجلطات. السحور مهم لانه به عباده. من ناحيه الاكل اذا كنا سمان فانا ممكن اقعد اللي اريده يتسحر على مود يشرب مي وعلى مود يسوي العباده، لانه العباده راح تنطي صحه نفسيه وجسديه. اذا كنا ضعاف لا يعني نحتاج طاقه اكيد اسوي له سحور صحي اللي هو تمر،
قلاص حليب، قلاص لبن، بيضايتين ممكن ايضا، وقطعه خبز اسمر ممكن تكون، على الاقل تكون وجبتين. احسنتي. بس اذا نعاني من السمنه مو الا نسحر، لكن مهم نشرب سوائل. دكتوره يعني موضوع الرز واللبن هذا يعني تمن يا رز، تمن واللبن يعني هذا مو صحيح. رز بحليب يعني؟ لا تمن، تمن تمن نحطه ويا لب. هذه طبعا هذه ترى موجوده في اغلب البيوت العراقيه صح ولا لا حسناء؟ بالضبط. موضوع السحور دائما يكون عندنا تمن ويطبخوا يعني عادي ويا كاسه لبن تاكل. والتمر دكتوره لا تنسينا فقره التمر. يقول لك هذا ما يعطش، هذا ما يعطش، هذا الشيء صح يعني؟ لازم السحور ايضا يكون صحيح حتى ما نعطش. نعم احسنت، هاي فقره جدا جدا مهمه لانه هواي نعاني من فقره العطش بشهر رمضان المبارك، وبالذات بدأ الحمد لله صار يومين ثلاثه انا من اجيت صار الجو كله صح يسمح. لكن لما يكون الجو حار بالذات الرجال اللي يطلعون عماله وما الى اخره تحت صح. الشمس مهم سحورنا يكون صحي وما بي اشياء تعطش. شنو الاشياء اللي تعطش؟ مقالي تعطش، الرز يعطش، طلعي عطش تمن، الطرش يعطش. نعم لذلك لازم نشرب وناكل الاشياء اللي ما تعطش، رقي الفواكه، العصائر. طبعا لو كنا احنا منعاني من السمنه هنا ااكد واحط تحتها خطين، اذا منعاني من السمنه نشرب عصير، عصير بطيخ، عصير رقي بس بدون سكر. حتى اللي يعاني من النحافه ما اخلي له سكر بالعصير، اخلي له ستيفيا او احسنتي طبيعي اذا الفواكه طبيعيه حالاتها. يعني ما شاء الله انا اشوف هنا الفواكه جدا حلوه فاصلا ما يحتاج لها سكر مضاف او حتى ستيفيا. فقرة التمر شنو كانت حسنا بالنسبه للتمر؟ هواي ما يستغنون، شنو هذه العاده؟ هل هي الزاميه تناولها بعد شرب الماء مباشرة؟ للفقراء حتى اختصر هنا أيضا، الفقير اللي يطلع يقدح ويشتغل بالمجتمع، البناء، العمال، نعم أكيد أنصحه بالتمر. أولا لأنه رخيص هاي أولا، ثانيا لأنه ينطي طاقة رائعة وبفيتامينات كثيرة. يعني اليوم إذا كان أنا فطوري لبن وتمر أعتبره هذا فطور كامل، أبدا ما أحتاج بعد لا لحم لا دجاج لا أي شيء ثاني، لأنه راح ينطيني الطاقة بروتينات باللبن والتمر بالكربوهيدرات اللي هي الطاقة السريعة وأيضا الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها جسم الإنسان. دكتورة رشا نورتينا وللأمانة تحدثتي بمعلومات يمكن أنا وإبراهيم وحتى المشاهدين كانت بالنسبة لنا مغلوطة وتصححتيها لنا كالمعتاد. تنورينا بالعراق وتحديدا باستوديو برنامج يوم جديد، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء، كلش فرحانين بوجودك. تسلمين أنا الأسعد، شكرا لكم. شكرا نورتينا حبيبتي. شكرا أكيد مشاهدين الكرام كملوا وياكم حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.